يا ستي وين بتحبي تروحي؟ بدي تاخذني على منطقة فيها اسمع لك شجر وتراب وبحر. بحر؟ ايه مين بدي اجيب لك بحر هون؟ ما في بحر عندنا. مي المهم منطقة فيها مي. مي طيب شو رأيك نروح على مطعم في شجر وشو كمان؟ تراب تراب ومي ومي. يلا ما أقول لك بسام عم تستت مني لأني ما حكيت معك من بيروت. ما عم تحكي معي لو بتعرف قديش حابب اطمن عليك. يلا بالإذن. أهلين عمو أهلين أخي أبو يزن. لو سمحت عاوزك كلمتين لوحدنا. شرف. تفضل. أي نوال شو أخبارك؟ شو في شي جديد؟ لا جديد ولا قديم، الحال مثل ما هو. عم تهمي عالشغل؟ لولا الشغل كنت طقيت. نوال انتي وقت اللي بيجي على بالك تطلعي مشوار تغيري جو بس تلفني لي، نطلع أنا وياكي ومنروح وين ما بدك. باسمة كأنه في بيتمك حكي. يا أبو يزان يا أبو يزان ممكن تهدى شوي وخليني فاهمة. دك أخي شو بدك تفهمني ها؟ شو بدك تفهمني؟ بس كنت جلطوها للبنت. يسامحك شو عم تحكي انت؟ نوال مثل باسمة وعز؟ اخي الك اللي عندك وخلصنا وصار مثل ما بدكم. خلص انسالي الموضوع. لا ما رح انسى الموضوع ولازم تفهم. اخي ما بدي افهم منيح. طيب وليش متلبكه كل هالقد؟ انا اللي كنت قاتله حالي عليه ولا هو؟ بلا نوال بلا، هو اللي طلبك وهو اللي قتل حاله مشان ياخدك، حتى انه بابا ترجاكي كتير حتى تقبلي فيه. وقت قبلت فيه هو قال لا. عم ينتقم مني يعني؟ لا نوال اوعك تفكري بهي الطريقه. هلأ معقول كل الرجال هيك؟ معقول يكون خطيبك شامل هيك؟ صدقيني بس سامو على بعضه ما عم نعرف شو عم يصير معه. أخي أنت هيك عم تحرجني وعم تضطرني أحكي، بس لو سمحت الشيء اللي رح أقلك يا بتمنى يفضل بيني وبينك. في معلومة مبارح بس لدريت فيها عن ابني بسام. معلومة شو؟ الله شلوني معك؟ بجنن بيطير العقل. تعرف أبو نزار أنت لازم تشتري هيك مطعم ما شاء الله وكان شي بياخد العقل. يعني هذا المطعم بيكلف بقر الجحد. شو بالمطعم اللي أخذناه؟ حلو كتير بس انتظري شوي لبين ما يخلصوا الديكورات ونركب الإضاءة ونفرش الطاولات ونجيب شيف يعمل أكل بياخد العقل. شوفي الناس صارت هيك هيك هيك. أكيد أكيد إن شاء الله وتعالى. وين نقعد؟ هون. طفي يا ريتني جايب معي أطرميز الفيتامينات. معقولة تجيب لهون مطربان الفيتامينات؟ ايه طبعا ليش لا؟ لانه الدكتور قال لي انه لازم اخذ منه دائما دائما. قلت لك ايه؟ تفضلي. شكرا. هاتي لنشوف. شو بتحبي تاكلي؟ ما بعرف اللي بدك اياه. طيب بطلب على ذوقك. صباح الخير. انت من الوفي خاطركم. الله معك. الله معكم. على السلامة. خاطرك عمو. على السلامة عمو. الله معكم. هيك احسن لبنتنا صدقيني احسن ولا تسأليني ليش. يلا هلأ تغيري ثيابي ولا يهمك بابا. ايه بابا كل شي بهالدنيا بصير. ايه يا ابو نزار؟ ما قلت لي شو قصة العزيمة؟ وشو هو الموضوع اللي بدك تاخذ رأيي فيه؟
طيب احزري احزري. طالما انت مبسوط كل هالقد وحشيشتك رايقه انا بقول لك معناتها لقيت العروس اللي عم دور عليها. يا الله شو ذكيه. يعني حذرت؟ هو مزبوط انه انا لقيت العروس بس الظاهر انه العروس ما لقتني. كيف يعني؟ يعني العروس الهيئة انه مو موافقة علي. ليش بقى؟ صغيرة؟ صغيرة؟ يعني معقول انا اروح اخطب وحدة صغيرة وشو بدي اخذ وحدة صغيرة ربيها على ايدي؟ معقول الحكي هاد؟ صح. انت لو كنت بدك تعملها كنت عملتها من زمان. انا كيف بدي اقول لك؟ انا بدي وحدة تكون شايفة الدنيا طول عرض، فهمانة ومثقفة حتى تقدر تفهمني وتعرف كيف تدللني يعني. ايه والله انت لازمتك هيك وحده من زمان يا ابو نزار. المهم اللي لقيتها مطلقه ولا ارمله؟ هي ارمله عايشه لحالها. عنده ولد بس الولد عايش لحاله. معناته لحاله. هي لحاله وببالها. طب ليش مو موافقه؟ يا ستي هي شايفني يعني انه انا غني زياده عن اللزوم، يعني غني بالنسبه لها، وهي يعني ما عندها شيء غير الثياب اللي بتلبسه. شوفوا هالحكي شوفوا. هلا اذا انت بدك تحسن من حياتها وتستتها ليش لحتى ترفض؟ هيا انا خايف اسالها تقوم تصدمني. يو ليش لهلا ما سالتها؟ شو بكي انت؟ بقولك هي انا عم مهد يعني عم مهد مشان اسألها. عم بتمهد لحتى تسألها؟ ايه. فشو رأيك؟ اسألها ولا انسى الموضوع؟ ابو نزار انا هيك فهماني وماني فهماني. اللي شو القصة؟ بالمشربحي؟ ايه. دجني دجتك العافية؟ لك ايه. قول واللي بده يصير يصير. هوه علينا قول خلصني. طيب أنا بشرفني إنه أطلب إيدك. أنا بكون أسعد إنسان بالدنيا إذا بتوافق إنه تزوجيني، يعني نقضي بقية عمرنا سوا مع بعضنا زهرة ورأفت. زهرة شبيت شو صلي؟ الله يسامحك يا أبو نزار. بدك يعني أتزوج بعد هالعمر؟ بعد هالعمر؟ لكن ليش راكلة مشان تجوزيني إلي؟ أنا أكبر ولا أنتي؟ أكبر منك بكتير أنا. إيه بس أنت رجال ووحداني وما تزوجت قبل هلأ ويمكن حابب تعود. بس أنا تزوجت قبل هالمرة وعندي شاب طولة وعندي ثلاث أحفاد. طب شو يعني؟ يعني لو أنا متزوج بكير ما كان هلأ عندي شي 10 أحفاد؟ يعني قولي مو 10 يعني ممكن 5 ممكن 2. خلاص زهرة خلاص خلينا نتكل على الله. لا إله إلا الله. هلا يا أبو نزار أنت فتلت ودرت ولفيت لقيت غيري. أنا راحت علي. لا راحت ولا شيء زهرة. خلينا نزت حالنا بهالبير هاد، يا منموت سوا يا منرجع شباب سوا. لا يا أبو نزار لا. يو من لا سمعه. هلا انا ما بدي اياكي تستعجلي بالقرار، بدي اياكي تفكري تاخدي وقتك فكري على مهلك بدون تفكير. هيك شغله ما بدها تفكير. يا ستي هيك شغله اللي بدها تفكير. نو نو واي. وين بدنا نمشي؟ والله هلا نمشي. شو بدك مستعجل؟ اسمع
اسمع سامر، قبل ما نمشي في شغله لازم لك عليها، بس على شرط ضل بيناتنا. ايه شغله شو اخي؟ انا وانت وعماد الله يرحمه غير ادهم، يعني نحن ممكن نتخانق مع بعض، نزعل من بعض، بعدين بننسى، بس ادهم ما بينسى حقودي. يعني ما بعرف، انا حاسس انه هو ما نسيان اللي عملته انت فيه ببيتكم. ناوي لك على الفاينة. زهدي، حاسس ولا حكالك؟ ولك حبيبي هذا النوع ما بيحكي، بيضمر بس ما بيحكي. يعني هو ممكن يظهر لك انه بحبك كتير، بس انت ما بتعرف شو في جواته. وانا ماني مرتاح لعيون بنوب، وماني مرتاح للسكين الجديد اللي شاريه. سكين؟ ايه سكين، هيك طول مصلة وحد مثل الشفرة ومبوز مثل الابرة. شو عم يعمل معي؟ شو عم تحكي انت؟ اذا اخذك غدر هاد ما بلحق يعمل شيء، مشان هيك دير بالك، وخاصة وقت تكونوا لحالكم، فهمت؟ خبي هلا خبي. بلاها قصة جواز، بطلت، بدي عنس، بدي اقعد بالبيت لحالي، ما عم بدي جواز. هو اللي طلبك وهو اللي قتل حاله مشان ياخدك. حتى انا بابا ترجاكي كتير حتى تقبلي فيه، وقت قبلت فيه هو قال لا، عم ينتقم مني. يعني تفضل. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو انت رجعت من بيروت؟ هاي وصلت الدكتور من السيارة اللي عندك. شو حللت؟ هات شوف. تفضل. ألف مبروك. شكرا دكتور. التحليل الأولاني والتحليل التأكيدي. ألف مبروك. شرف ارتاح. شو؟ المفروض هلا تكون طايرة من الفرح. شايفك مالك مبسوط. خير؟ لسببين دكتور. أولا إنه رفيق عمري مصاب، وثانيا لأني لهلا لسه ما تأكدت إني سليم. لا تأكد. هدول دكتور أنا بدي أحلل عندكم مرة ثالثة ورابعة وخامسة كمان. ما في داعي. لا في داعي، لأنه الله لا يورجيك الأيام اللي مرت علي. دكتور أنا لهلأ لساعتني على الريق، لو سمحت ممكن تعطيني ورقة تحليل؟ على رأسي.